معنا هاتفيا من لندن زياد النجد الصحفي السوري للحديث عن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وعن التدخل الروسي في سوريا. مرحبا بكم أستاذ زياد معنا. إذا ما دلالات زيارة سيرجي لافروف إلى سوريا بعد هذا الانقطاع، لا سيما أن الزيارة الأولى كانت قد حصلت إبان التدخل الروسي لصالح نظام الأسد؟ أولا تحية لك ولجميع المشاهدين. حياك الله. للإجابة على هذا السؤال يجب أن ننطلق من بديهية، وهي أن كل ما يجري في سوريا منذ عام 2015 30 أيلول 2015 إلى الآن هو نتيجة تفاهمات كيري لافروف أيام عهد أوباما، والإدارة الأمريكية الجديدة إدارة ترامب هي استمرت على هذا النهج، وبالتالي التدخل الروسي في سوريا هو بتوافق كامل مع الإدارة الأمريكية، وكلاهما يعمل بتوافق تام في هذه المسألة. وبالتالي زيارة لافروف إلى سوريا حسب اعتقادي أنها تأتي لإفهام الطرف السوري، النظام السوري، بضرورة تلبية مطالب الولايات المتحدة الأمريكية ببدء عملية السلام. هم يحاولون بدء عملية السلام من أجل إعادة إنتاج النظام، وبالتالي هذا التوافق. نحن نعلم أن قانون قيصر فرضته الولايات المتحدة الأمريكية ليس لإسقاط النظام، إنما من أجل إجبار النظام على سلوك المسار السياسي، والنظام يتعنت في هذه المسألة. وبالتالي حسب اعتقادي أن زيارة لافروف إلى المنطقة تأتي ضمن هذا الاتجاه، وتوجيه إرشادات وتعليمات للنظام السوري بضرورة سلوك هذا المسار والقبول بتسوية سياسية. على كل التسوية السياسية التي ينشدها الطرفان لا تأتي بفوائد على الشعب السوري وعلى الثورة السورية. هم يريدون مسارا سياسيا كما يريدونه هم، ليس كما تريده الثورة السورية والشعب السوري. وبالتالي هذه الزيارة هي عبارة عن زيارة تحمل تعليمات إلى النظام لسلوك هذا المسار والخطوة التالية للمرحلة القادمة من حياة سوريا السياسية. أستاذ زياد، ميدانيا يعني تزامنا مع إعلان زيارة لافروف إلى سوريا، هناك اشتباكات طرأت على محور قرية فليفل في بريف إدلب الجنوبي بين قوى المعارضة وقوى نظام الأسد، ترافقت مع قصف متبادل. كيف تقرأ هذه التطورات الميدانية؟ هل هي بداية لعمليات عسكرية مرتقبة من النظام وحليفي روسيا؟ يعني هذه الاشتباكات لا يمكن أن نضعها في إطار عودة الاشتباكات بين المعارضة والنظام السوري. نحن نعلم أن اتفاق 5 آذار الماضي بين الرئيس التركي والرئيس الروسي أنهت الحملة العسكرية التي كان يقوم بها الروس والنظام ضد إدلب وضد المعارضة في منطقة إدلب. وبالتالي هذه الاشتباكات قد تكون اشتباكات محلية نتيجة نتيجة الحصول على مواقع جزئية، ولكنني لا أضعها ضمن إعادة الإطار العام للمواجهات العسكرية. منذ 5 آذار إلى الآن، منذ اتفاق الرئيس الروسي والتركي إلى الآن، شهدت المنطقة هدوءا شاملا، وهذه الاشتباكات عبارة عن اشتباكات محلية لا تدل في أي وجه من الوجوه على أنها عودة إلى المواجهة المسلحة بين المعارضة وبين النظام. لابد أن نتحدث عن إيران، كيف سيكون تعامل روسيا معها؟ لا سيما أن يعني صحف نظام الأسد تحدثت أنه في برنامج الزيارة الروسي هناك جانب اقتصادي، هل يمكن هنا أن تقبل موسكو بعد اليوم أن تنازعها إيران أو تشاركها المغانم في سوريا؟ الدور الإيراني في سوريا دور موافق عليه من جميع الأطراف، ولكن هذا الدور الذي يتوافق عليه الجميع الآن هو عسكريا، ولكن سيستمر إذا ما توافقت الأطراف كلها، سيستمر ثقافيا وطائفيا ودينيا.
لأن الدور الإيراني في سوريا دور مكمل للدور الصهيوني في المنطقة. لا يستطيع أحد من الأطراف أن يقسم المنطقة إلا الدور الطائفي الذي يلعبه ملالي طهران في المنطقة. وبالتالي هذا الأمر يعني الروس والأمريكان صحيح أن هنالك يعني هجمات ضد تواجد القوات الإيرانية في سوريا، ولكن هذه الهجمات ليس لإبعاد إيران عن سوريا ولكن لإبعاد هذه الأسلحة الثقيلة عن سوريا. أما دور إيران في سوريا دور مطلوب صهيونيا وأمريكيا وروسيا ومن أجل تفتيت المنطقة. وبالتالي لا أستطيع أن أقول أن الإيرانيين نتيجة أي توافقات مستقبلية في المنطقة سيرحلون، لا، سيتعزز دورهم بشكل كامل من أجل لعب هذه الوظيفة التي كلفت فيها إيران في منطقتنا. هذا إقليميا دور الإيراني إقليميا، أما داخليا يعني مع هذا النفوذ والوجود الإيراني في سوريا لا سيما في المناطق الشرقية والجنوبية وفي العاصمة دمشق أيضا، ما مصير التركيبة السكانية لهذه المناطق أستاذ زياد؟ نحن أمام كارثة حقيقية، حقيقة الأمر نحن أمام كارثة حقيقية. هنالك تغيير ديموغرافي وتغيير عقدي، وعلى مرأى ومسمع من النظام وسكوت العالم وفرح من الطرف الصهيوني. يعني المنطقة الشرقية هنالك قرى كاملة، هنالك إنشاء للحسينيات، هنالك مظاهر للاحتفالات بالمناسبات الدينية كانت بعيدة عن المجتمع السوري وبعيدة عن عاداته وتقاليده. وبالتالي هذا الأمر ينذر بكارثة حقيقية وينذر بمستقبل طائفي مقيت بالنسبة للتركيبة الديموغرافية في سوريا. نحن نعلم أن الاقتتال الطائفي إذا ما نشأ لن يهدأ في يوم أو يومين، إنما سيستمر عقودا من الزمن، وهذا ما ينشده الكيان الصهيوني والدول التي تلعب دورا رئيسيا في سوريا وفي المنطقة. ولذلك نحن أمام كارثة حقيقية، إذا لم نتنبه إلى هذا الخطر فإننا أمام يعني مشهد مؤلم من مشاهد الاقتتال الطائفي المستقبلي. شكرا جزيلا لك من لندن سي زياد النجد الصحفي السوري.